الحاجة التانية لفت نظري قوي الأيام اللي فاتت، في شقة أو قصر أو شاليه معروض في أحد قرى الساحل الشمالي، معروضة ب 131 مليون جنيه. هو في إيه يا جماعة؟ 131 مليون جنيه شقة أو شاليه أو قصر في الساحل الشمالي؟ في إيه؟ ليه الأرض دي تمنها كام؟ مبني على 1000 متر. المتر بكام؟ واللي هيدفع 131 مليون جنيه دي بسأله، هو حضرتك دفعت الضرايب اللي عليك والتأمينات اللي عليك وحقوق العمال اللي عليك ودفعت صدقاتك وزكاتك؟ وبعدين الحقيقة لما تبقى الدولة المصرية منذ التاريخ الناس كلها عايشة على 7 أو 8% والباقي كله صحراء، ويبقى متر الأرض بخمسين ألف جنيه أو ستين ألف جنيه، يبقى فيه خلل. إنما في شاليه بمية واحد وثلاثين مليون جنيه، مش عارف. أنا الحقيقة أنا فاكر عشت عمر أبويا الله يرحمه اشترى بيت 3 أدوار ب 950 جنيه، وال 950 جنيه مش عارف بعنا تقريبا 6 فدادين أو 7 فدادين، وكانت فضيحة عندنا باعوا أرضهم عشان يشتروا شوية مش عارف إيه. 950 جنيه كويس؟ ماشي يا سيدي، يتزامن مع القصص اللي بقولها لحضراتكم. في هيئة تنفيذ الأحكام راحت شقة في الزمالك عشان تنفذ حكم، الشقة مقفولة ومعمولة، كسروا الشقة وفتحوها. اللي مكتوب، أنا مش بجيبه من عندي، اللي مكتوب، عارفين مغارة علي بابا؟ مجوهرات وألماظ وذهب وتحف مش عارف بإيه، وقيل، أنا قريت ده ما أعرفش ده صح ولا لأ، إن الشقة فيها نص تريليون يعني 500 مليون دولار. أنا شخصيا أشك، بس ده اللي مكتوب، ممكن يبقى مش موجود ده، بس طبعا انتوا عارفين احنا كمصريين لما نقرا خبر زي كده نجود، ذهب والماظ وياقوت ومرجان وعلي بابا، ممكن يقول لك ولقوا واحده عروسه البحر ولقوا مش عارف حاجات كده يعني. فالراجل صاحب الشقه كان نائب رئيس مجلس الدوله شغال في الكويت، وبيقول ان هو باشا ابن باشا ومتزوج بنت محمد احمد محمود وزير الحكم المحلي قبل كده، اللي ابوه باشا باشا، وان والدته كانت بتروح مع الملكه فريده في حتت وحاجات كده، وان الحاجات دي وارثها، وانه اشتراها من مزادات لما ما كانتش ممنوعه، وان الحاجات دي مش مجرمه، وان ده ملكه الخاص. ولا تعليق بالنسبه لي، ما عنديش تعليق، بس ده اللي المصريين كانوا شغالين فيه ال 48 ساعه اللي فاتوا. تزامن ده مع مطرب موهوب جدا صوته فيه شجن غير عادي اسمه احمد سعد، موجود في بنزينة، فحد قال له مش عارف انت بترجع خلي بالك ايه، قال له انت يا انت مين، انت عارف انت بتكلم مين، يالا قال له يعني بكلم مين، فراح مديله. في واحدة واقفة لقت الولد وقع قدامه جت تكلمه شتمها، ده وفقا للروايات اللي موجودة. اللي انا عايز اقوله، اي موهوب في البلد دي احنا بنمسك فيه بايدينا وبسناننا، بنقول في عرضك احنا محتاجين اي موهوب، بس اي موهبه في امس الحاجه الا ان تدار. احنا شفنا ام كلثوم وشفنا عبد الوهاب وشفنا عبد الحليم وشفنا فريد وشفنا فايزه وشفنا عادل امام وشفنا نجوم كتير جدا، نجوم بجد. اما النجوم زمن الراهن موهبه بلا اخلاق لا معنى لها. وانا شخصيا بقى كلمه اخيره، اتمنى ان انا على الفيسبوك وعلى البرامج النميمه ما ينفعش كلكم تكتبوا اخباركم، لدرجه كان في برامج في رمضان في حلقتين، واحده بتحكي لنا قصه طلاقها والتاني بيحكي ازاي طلقها، واحنا مالنا؟ وبعدين تيجوا تقولوا الاعلام بيجيب سيرتكم. محتاجين، وانا عارف ان الرائع اشرف زكي ان نقول لهم اتلموا، لان البلد، انا حكيت لحضراتكم بدات وانا قاصد ان البلد فيها اشياء كثيره جدا،
احنا لازم نقف ورا القيادة ورا الجيش. احنا في وقت صعب جدا، احنا بنبني البلد بعرق جبيننا. التفاهات دي اللي بتحصل عيب وتلموا. طيب نرجع، ماذا يحدث في سد النهضة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نداء لأهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.